برشا باستقبال ضيف اللي حبيتوه برشا خلال الجي سي سي. هو ممثل، هو زاد مسرحي، وراه باركور اللي فيه برشا شجاعة، في برشا عزيمة، في برشا إصرار. ضيفنا فيكم اللي عرف حكايته في الفيلم الوثائقي رخصة علاج، وفيكم اللي باش يتعرف عليه أكثر الليلة. ضيفنا هو محمد رمزي حمزة. مرحبا. مرحبا، أهلا، بونسوار، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات. شحوة لك رمزي؟ سبا، الأمور باهية؟ سبا، تخونكي الحمد لله، تخونكي باهي. رمزي، عشنا معاك حياتك اليومية، زادة سامحني في العبارة، معاناتك اليومية بسبب المرض نتاعك، سندروم جيل دولا توغيت، في الفيلم الوثائقي رخصة علاج الهيف بن يوسف، واللي تحصل على تنويه خاص من طرف لجنة التحكيم في الجي سي سي. فرحان بالتجربة هذه رمزي؟ والله ما نجم نكون كان فرحان بالكيب بالتجربة، فهمتني؟ أما معناتها عبارة نجم تقول استنست، معناتها فهمتني، وليتني معناتها عادية، جوست معناتها فرحان أني معناتها بالعمل اللي هو معناتها عمل معناتها نال إعجاب معناتها الناس الكل هذايا معناتها شفتوه في الجي سي سي. فوالا. وكي تفرجت في روحك رمزي، إيش حسيت أنك تشوف روحك تويكا في مكان المتفرج؟ فوالا هذاك إيش عمل، كي دخلت باش نتفرج أول مرة وقت عرض في كارتاج في سينما داغ، حطيت روحي قلت بون تو رمزي، انت لازمك ماكش رمزي، لازمك تخرج من رمزي تقعد فهمني تتفرج في رمزي. فوالا معناها باش فهمت الفيلم، خاطر انت معناها كذا كان باش تحط معناتها شخصك وتتفرج فهمتني في شخصك، خاطر انا معناتها انا ما عملتش شخصيه، ما مثلتش، انا معناتها ما زلت معناتها انا شخص نفسه شخصيه معناتها فهمتني، خاطر معناتها ستاندوك فهمتني. دونك حطيت روحي مانيش رمزي، عبد اخر علي صالح، وتفرجت في روحي فهمتني، مش نجمت فهمت. فوالا وتتفرج لو فهمت، فهمت انه الشخص هذاك هو شخص محمد رمزي حمزه صحيح، لكن زادت تمثل في شخصيات، عدد شخصيات اللي هي معناها نجم نلقاها في المجتمع فهمتني التونسي، تلقى برشا ناس تو تمشي سبيطار ما تلقاش دواء فهمتني، الناس كلهم محتاجين الى علاج، شكون مش محتاج معناها انت يطالب حقه في التنقل والسفر، الناس كل تسمع معناتها الناس كل حرق علاش، خاطر الطالب معناتها فد تحب تطلق سبه، تشوف انك البيروقراطي الناس كل شكون اللي عنده في حال سوسيتي ولا يصب حتى من معناتها سامبل معناتها واحد دوموند يتعذب عليه امشي اجا فما جواب. دونك قلت لك شفت في عده اشخاص، عده توانسه فهمتني، ما يمثلش محمد رمزي حمزه، يمثل معناتها برشا اطياف من التوانسة، وزاد مثل بصفة كبيرة معناتها الأقليات معناتها المظلومة في تونس، الناس المختلفين كيلكو سوا نبوخت كيل اختلاف، أمراض لبسة، اتجاه معين فهمتني، ماكش تلبس كيفهم، ما تلون شعرك كيفهم، ما تاكلش كيفهم فهمتني، دونك هذا كل معناتها اللي شفته. صحيح، هو لهنا القوي رمزي كونك مدة عام ونص كاملين الكاميراويت تبعوك في حياتك اليومية، عام ونص كاملين باش من بعديك خرجنا ساعة ونص للجمهور، معناتها مو سهل رمزي كونه إنسان يسو ديفوا الإنسان باش معناتها يكشف تفاصيل حياته ويكشف روحه للناس، معناتها ما هي سهلة رمزي. صحيح، بون خل نحب انا نحب نستعمل كلمه توصيه، ماهوش سهل انك تحط حياتك فرجه للناس، صحيح اونتخ كلمه فهمني، خاطر فما اللي باش يسب، فما اللي باش يتقبل، فما اللي مش يتقبل، دونك فهمني، مش سهل زاد انك في حياتك اليوميه انك باش تدخل كاميرا فهمني، ترقد تقوم خد وصلوا لي البيت وحدي فهمني، دخلوا معايا خاطر واحد البيت التيت فهمني، بيت الراحه فهمني، بيت الريلاكس دونك فهمني، معناها هذه كلها مش سهل بتوع، يحب له برشا صبر، برشا عزيمه، برشا ثقه بينك وبينات ليكيب اللي ولينا عباره عائله اصحاب، او من تو تقول بدا عايت له كجاور يجي يفطر بعدين سلمني على يوسف هيفا فهمتني، دونك معناها فهمتي برشا صبر، عزيمه، ثقه، حب، زاد العمل معناتها الحكايه اللي تقطع من فئه خاطر كما نحبوش اي نعم معناتها محتاج للحب في الدنيا، انت تقوم الصباح تحب تقوم، تحب تمشي تغسل وجهك، تحب تاخذ سينو كما تحبش تقعد في الفرش، تحب انك تامن وتحب الشيء اللي معناها اللي تعمله، وفوالا معناتها الحمد لله يا ربي معناتها عمل ياسر طيار. هو في العام ونص هذوما رمزي انا سمعت تعركتوا ذيك مع بعضكم قصيتوا بطلتوا يا خويا عرفت كل شيء، شفنا تعركنا سببنا كل شيء، كل فهمتني قصينا زيد من بعد هاي فهمتني كل شيء معناها هذا يبقى معناتها في الكويزين نتاعنا نتاعنا فهمتني، اما كل شيء معناتها ما فماش نصور انا اي عمل معناتها
كاكسوا حتى خدمه عاديه فيها راي عارك فيها معناتها فيها كل شيء هذيك هي ما تنجمش تكون معناتها انت شنو اللي كليبر يمشي ويجي معناتها البالانس ما تنجمش تحط معناتها تعاملك معناتها مستقيم كيك تولي تنافق مع الناس صحيح فهمتني اما كيما رمزي خلي نفسروا شنو السندروم جيل دو لا توريت بيه باش نفسروا نحب نقسم سؤالك معناتها جزء اجي باش نفسروا طبيا مثل ما يفسروا اغلبية الاطباء فهمتني وفسروا اجتماعيا طبيا هو مرض عصبي نادر مرض عصبي نفسي فهمتني مرض خلل جيني فهمتني دوما التفاسير موجودة يتمثل في تشنجات لا إرادية مصحوبة ب معناها كافة أعراض معناتها أعراض أخرى مثل التوك تخوبل دابخونتيساج صعوبة في التركيز صعوبة في النوم قلة النوم التوك اللي هما معناتها الوسواس القهري دونك وبرشا حاجات أخرين نذكرهم معناتها أما معناتها هذا التعريف نسبيا معناتها طبيا شنو يقول بالنسبة للتعريف الاجتماعي التعريف الاجتماعي هو مرض نادر متلازمات سوف تكون لازمة طوال الحياة دونك ما فماش علاج شافي الشافي هو الله سوف تكون لازمة طوال الحياة تتمثل في حركات لا إرادية غريبة يبدو مظهرك غريب أمام الناس وخطيرة نوعا ما معناها مش خطيرة طبيا كريس كاردياك أما خطيرة كيفاش خطيرة في داخل حياتك الاجتماعية معناتها في حياتك اليومية فما خطر ينجم تتعرض خطر به خلينا نقول بريمو قبل مثال معناها الناس كي تفسرها تقولوا نحس في أوجاع ماشي في باله أوجاع نفسية لا راه فما أوجاع مسكولية نحسهم عبارة كربات يوريك اليوم في اللي مسكو نتاعي كل ساعات نعمل معناتها شد عضل معناتها فهمتني معناتها برشا معناتها باهي تسمى من نوعية الخطر حاجة أخرى الخطر هو كونك في حياتك وتعامل اليوم هنا مثلا شد مكينة بتاع حجم بس حجم إيماجيني مع تفوق أنا كيفاش نوصل الحجم فهمتني باش نشد سكينة باش نقص مثل حاجة خبز ولا حاجة عادي نسمع شافعي باش نقص كيس عادي تشدني تيك في وسط كيس تضربني كهرباء نمشي مات على وجه الخطأ قتل على وجه الخطأ دونك فهمتني شنو إخ نجم مثل أنا مثل تعرض للخطر مثل ماجين أنا في المترو معبي مع ستة ونص ناس مروحة وانا انتكتك فهمتني انتكتك معناتها جو في دي تيك جو تيك انتكتك معناتها لي تيك هما الحركة الإرادية فهمتني نعمل في لي تيك ونبدا قريب المرأة ولا حاجة وسارت لي كليت عليها شلبو قالت تتحرش بيا فهمتني مثلا نجي نوقف تاكسي في الليل تاكسي يا هبط شبيك شكرا بركة هذو كذا نفس التاكسي نرجع صباح من نعمل لك بيدي وكذا كم سين وقف فيه يقف لي قلت فهمتني دونك مشتاق رقم معناتها في يوم غوي فهمني مع علاقاتك مع العباد من غير ما ننجبدوش فهمني باب التنمر هذاك باب كبير فهمني التنمر وكذا داير ما دام انت جبت على التنمر الرمزي الدوك في الواقع صحيح يصور حياتك اما زاد يسلط الضوء كيف ما قلت انت على مساله الاختلاف ورفض الاختلاف اللي موجود في مجتمعنا كيفاش عمل الرمزي باش ما يتاثرش بكلام نتاع ناس ولا بالتنمر ولا غيره بالرسمي شنو الحاجه اللي خليتك اللي تنجم تتعرض له يوميا من كلام خايب من ناس ما تحسوش رمزي بيه صحيح هو معنى في زاد عملت الأكس متاع التنمر اللي نتعرضوا له معنى قتل معنى أغلبية الأقليات اللي في المجتمع كل قادة تتأثر معنى وقادة تتعرض مش محمد رمزي أنا معنى اليوم نسمى الحمد لله حلفني الحظ وطلعت مراني معنى طلعت باش نحكي على الناس الكل فهمني من معناتها كامل الاختلاف معناتها فهمتني ما نحصروش في مرضك اهو كيفاش عملت اش عملت تقويت معناتها معنا من عدم قبولهم استمد قوتي من رفضهم استمد قوتي عرفت اللي انت تتملك عليا وانا سايبهم وليت العادي مثل نبدا متعدي نسمع اوه اللطف شبيه عباره قال لي سلام خلص باخير وتحت دونك وليت معناتها ما نعبرهمش وليت نضحك على عبسيط اللي هي معناها تسير لي فوقس كل تقعد تعاود كل يوم صباح العشاء وليت نضحك عليهم نتسلى بهم فهمتني فهم كيف ندخل بهم في ضحكه مع الناس قول لي وش بيها قول طبيب شبيك لاباس الدكتور قول وين خلص عنده فيزيت عندك فهمتني دونك فوالا وننصح ننصح الناس اللي عندهم معناها الاختلاف هكا كسوا مثلا مرض ولا ديما معناتها نحطوا جينيرالمون اي حاجه ننصحهم انه ما تعملوا معناتها ما تحشموش ما تاخذوهاش كوم عقده فهمتني خاطر
فيت ما نعرف شنو مش العبد يتعقد وحده راهو المجتمع انت لما ما تتفيق ما يدور بحولك فانت ما توفيش تعيش راك تبدا ما عدد تسائل فما اسئلة ما دافين لماذا انا بالرسمي خد انا جاي قالوا لي خايا مهبول نقعد وحدي نسال انا بالرسمي مهبول وما معنى مهبول انا شو ننتو ليه انا مش هما ما لم يقبلوش خاطر غريب خاطر لما تخرج المجتمع اخر تغير الموضوع اللي انت في ما في وسطه فهمتني ما توليش خارج على الموضوع انت في موضوعك هنا في تونس الموضوع فهمتني انت خارج على الموضوع لما تغير المجموعه فهمتني تصبح معناتها من المجموعه تمشي بلاد اخرى يقبلوك فهمتني دونك فوالا معناها ما تخليوش على الحكايات هذوك تكبلوا لكم حياتكم ليه اضحك معاه قال لك هذا يقول له ايش بيك تروح شي نروح صافا تخلق هو رمزي في الدوك هذه في الفيلم الوثائقي الهيف بن يوسف نوجه له تحيه كبيره برشا الحقيقه رينا وجعتك ضحكنا بكينا اما الحاجه القويه كونه الناس رمزي ما سخفتش على رمزي اما حبت رمزي حبت انسان اللي فيه عزيمه وامل بكري حكيت على القوه القوه هذه منين جاتك رمزي منين سمديتها بالسؤال هذا اسمعي تطرح لي برشا مرات القوه مني جبتها فهمت انا مانيش فولترن ولا حاجه انا عبد الله كيفكم فهمتني دونك فهمتني القوه اول شيء جبتها من الله سبحانه وتعالى ما معنى من الله مانيش سلفي من الله معنى اي عبد الله عنده تساؤل كيما قلت لك ديما الانسان هو الانسان كان ما يتسالش بينه وبين روحه راه مش انسان راه ماكينه تتسائل فهمتني وانا انا لماذا خلقت؟ علاش انا هوني؟ علاش ربي جابني؟ او القدره الالهيه او المعمه؟ علاش الكون جابني هوني؟ دونك علاش انا في الوضعيه هذه وهوني في الزمان هذا والمكان هذا؟ لانستونتي هذا اي شو نعمل؟ دونك فما حاجه فما رساله باش توصل. الرساله اليوم اظن اني وصلت لكم عبر الفيلم اكسس دينايت رخصه علاج وصلت واليوم الرساله عندكم وعليكم انتم الا ان تبداوا في المحاربه على حقوقنا المهدوره فهمتني وتحاولوا تنشروا الوعي معناتها بطرقكم كل عبد مثلا بالطريقه نتاعو ما نصورش اكثر من هكا اكثر من معناتها فيلم الناس كل تفرجت فيه وكذا باش نجم نعم فهمتني ارقى سبل معناتها النضال هي الفن وهنا استعملت معناتها سلاح الفن. باه رخصه علاج الناس تسمع فينا توي كتقول لك رخصة علاج رخصة علاج شنو هي رخصة العلاج اللي قاعد يحارب عليها رمزي تو اي خويا رخصة العلاج اللي يحارب عليها رمزي الناس كل تنجم تحل الجوجل تحط قانون 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السامة يدخلوا تخرج لهم باللغة العربية الواضحة ونحن عرب ونتكلم عربية تخرج لهم يمشيوا للفصل 31 شي يقول لك 31 تتعدى الفقرة الأولى تهبط للفقرة الثانية أنا ماني مريض رخصة علاج لا يمكن الترخيص بقصد العلاج إلا في مواد المحظرات الجدول ب التي تتعين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية ما معنى؟ معناه أنه هنية يوجد رخصة علاج بقصد لشكون باش ترخص المؤسسات باش تعالج مش مؤسسات للشخص الطب البشري انك تتعالج فهمتني في المواد المحضرة الجدول باش نوع المواد المحضرة الجدول باش نقاوم ليست كبيرة من ضمنهم القنب معناتها بكيفة معناتها اشكاله فهمتني ونحن بتبع معناتها سوف نسالك معناتها الشكل الطبي ولا معنى واضحة باللغة العربية الناس كنت نجم تحلوا الفصل كان بنعاود ونعاود لهم اي معناتها اليوم رمزي معناتها بوغ سولاجي المرض نتاعك يلزمك تو دوا افواغ ريكور للقنب للكنابيس فما شريحة كبيرة من الشعب التونسي ومن الاشخاص المرضى اللي انا مؤخرا انا وقيس بن حليمة وجاله التحية نسلم عليه برشا قيس نسلم عليه برشا قيس عملنا في طور معنا تكوين جمعية تونسية للعلاج بالقنب بمختلف اشكاله نقاو برشا ناس عنده برشا ملادي اللي عامل افيسي اللي عنده مرضي كرون وبرشا ناس والسرطان معناتها والصراع وبما ضمنهم المرضي سندروم جيل دو لاتوغيت لم يستجيبوا الى العلاج العادي الحربوش العاديه ناس دوات دوات كما انا في نفس تجربتي دواء دواء الدواء ما عمل له شيء فهمتني الدواء عمل له انتوليرونس انا مثلا عمل انتوليرونس في معدتي فهمت وكل حكايه وشنو كان
دونك صحينا بالهدف نبيل وكونا جمعية هذه اللي في تطور الإنجاز نستناو في الأجل القانونية أننا نسعى لأخذ رخصة معناتها للناس ونوصلهم بون أول حاجة باش نوصل معناها باش نعرفوا شنيا معناها الكانابيس معناتها والقنب كيفاش نستعملهم في العلاج ونوصلوا الناس أنهم ياخذوا أدواهم فهمتني ونحاولوا زاد نحميهم قانونيا أن بو خاطر ماك تعرف الناس قنب حبس فهمتني دونك نحاولوا فهمتني نحميهم ولا معناتها شو اليوم نفهم أنا اللي القانون في حد ذاته حارمك من حقك في العلاج. هو القانون لم يحرمني أنا مثلا هوني من ممبري هوني فهمتني الناس كل تركز من ممبري هوني أدعو إلى وزير الصحة ورئيس الجمهورية أن تفعل القانون 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية ندعوهم باش يفعلوه باش الناس تنجم تاخذ رخصة للعلاج. هذا منصوص عليه قانونيا. بالله سامحني سي عمر الوسليتي انت سي عمر الوسليتي ما علمتكش قبل ما انت سي عمر الوسليتي على المباشر على موزايك فهم شحوالك سي عمر شحوالك صح لاباس يا عمر الحمد لله انت تويك في المباشر وموجود بحضنا رمزي اللي كان موجود في اهلا وسهلا سلام عليكم سلام عليك يسلم عليك. لاني قاعدين نطرحوا في مسألة قانونية سي عمر الوسليتي وانت قاضي لاني فما انديلام في القانون التونسي وميمتون يحذر ويمنع استعمال القنب وزيدا فما قانون واحد اخر يسمح للناس باش تتعالج به فكيفاش احنا موجودين لهنا قدام بارادوكس. لا هو ما فماش معناها قانون يسمح باستعمال القنب الهندي معناها يعطيك رخصة علاج كعلاج ولكن أثبت الطب وأثبت العلم بصفة عامة أن القنب الهندي نجم يكون يعني مهم جدا للعديد من الأمراض منها مشكلة رمزي ومنها دونك يلزم يكون أيوزاج ثيرابوتيك معناها الدولة يلزم تفهم اللي يروا هذا لا كونسوماسيون تاعو مش أبيوت معناها أبيوت كريمينال يعني هي خطر يتجرموا لأنه تعتبروا جريمة. لكن الدولة بقات حديثة القانون ذي اللي هو قانون 92 اللي جرم استعمال القنب الهندي كجريمة في الاستهلاك وبالتالي ما طورتش الفكرة متاحة من 92 لتو ما نجمتش تواكب التحولات والتغيرات وممكن أنه هي تكون تعطي رخص للناس اللي هي مثلا نجم هذا يساعدها بأنها وضعيتها الصحية تتحسن ولا أوضاعها النفسية حتى تتحسن وهذا ما فيش حتى مشكل لأنه أنا ديما نقول اللي استهلاك القنب الهندي هو في الأصل مكروش مجرم لأنه مواد جريمة ويلزم الدولة هي تاخذ احتكار كما الدخان يعني الدخان أضراره كبيرة زادة كما الكول كما غيره ويلزم يكون هذا معناه وفق مراقبة معناها صحية ومراقبة معناها ترويجية للدولة وأنه كان فما مشاريع تحدث على أنه استغلال القنب الهندي كوسيلة من وسائل العلاج الطبي أو التطبق. اليوم هل فما أمل مع تكون الوضعية كمثلا وضعية رمزي ولا بعض الناس اللي ممكن يعانيوا من نفس الأمراض هل اليوم فما أمل في القانون التونسي كونه يتغير؟ هو اليوم رخصة علاج اللي هي أكسس دينايد اللي هي عملها صديقنا هيثم بن يوسف الحقيقة ومع رمزي الدور اللي قام به ودور المهم أنه المراكمة متاع نضال هؤلاء يعني ونضال عديد من أنا أقول ضحايا القانون 92 اللي هما من الشباب اللي هما قضاوا سنوات في السجون اليوم المراكمة حول هذه التجارب ومراكمة النضال من أجل أنه رمزي وغيره وأنه يأخذ رخصة اليوم صوتنا صار عالي اليوم صوتنا في السينما في جي سي سي أصواتهم صار عليها دوكيمونتير يعني الراكم والنضال ربما في يوم ما رمزي يأخذ رخصته وربما بعد رمزي إن شاء الله إحنا نقوله ليه إن شاء الله رمزي كما هو ناضل من أجل أنه يأخذ حقه في العلاج وهو حقه على دولته بأنه يأخذ يعالج إن شاء الله النضال مستمر من أجل حقوق هؤلاء من أجل حقوق الشباب من أجل حقوق ضحايا قانون 92 خاصة من المستهلكين اللي هما الآن ما عندوش حتى مستقبل محكمين مدمرين ومدبرمين أوسي يعني الحقيقة وما نعرفوش حنا توا احصائيات الشباب اللي دخل الحبس بعام ومليون اختية قديش عددهم قديش اليوم شنو ينجموا يعملوا اليوم يعني الحقيقة القانون هذا يزم هو فيه مشكلة كبيرة يعني والمشرع من زال ما تتوعبش والسياسات لم تتوعب بعد خطورة هذه القوانين على الشباب وخطورة هذه القوانين على الصحة وغيرها. ان شاء الله سي عمر معناتها يفهموا اسماعيل جوز فكرة بركة انه الفكرة بتاعي أنا ما تنبنيش على تشجيع الشباب على استهلاك القنب الهندي نعرف ونقول رأوا في مدار
صحية على الناس اللي هي الشباب، خاصة أنهم يتجنبوا أنه هذه مادة يعني مخدرة معناها تنجم تعطي تداعيات صحية. ولكن في الحالات الصحية كما رمزي وكما غيره، إذا كان الطب يقولوا راهو هذايا ينجم يساعدوا، علاش لا الدولة ما تعطيش فيه رخصة؟ إن شاء الله. ميرسي انفينيمون سي عمر وسليتي، شكرا ليك سي عمر اللي عطيتنا فكرة قانونية. أي كمان الجانب القانوني رمزي، أي باش نكمل كمل أي جوست حبيت نقول معناها اللي أكد كلام سي عمر، وأني عندما تقدمت بالرخصة معناتها حسب القانون 54 تقدمت كما كان يحكي سي عمر معناتها بشهادة طبية معناتها من عند أطباء توانسة معناتها حسب دوزاج معين، معناتها مانيش نحكيك خاطر كي نقولوا الناس لازم تقول لك لا حبوهم يتكيفوا، لا ما نحبوهمش يتكيفوا، أنا نحبوا نداويو فهمت، نحبوا طبيب يتبع بالمعناتها المواد هذه معناتها فهمني، بالطبيعة مش ناخذ نكيف وحدي ولا مش حتى نكيف، نستعمل زيت معناتها في أشكالها الطبية بوش سيرو زريقة فهمتني، دونك ما تفعله حسب دوزاج معين عند الطبيب ومتابعة الطبيب معناتها فوالا هذاك ش حبيت نقول. واضحة ومأطرة وأنكادري وأمورها واضحة. رمزي أنا الحقيقة نعرفك من قبل من وقت بوبلي، وقت اللي تعديت في بوبلي عرفتك من المظاهرات اللي قدام المسرح البلدي، المطالبة برخصة علاج، المعركة هذه اليوم الحمد لله ماكش فيها وحدك اليوم، لكن قبل رمزي كنت وحدك وكان المجتمع رفضك، وليت لقيت رفوج ولا إشاباتوار في عالم الصغار وبراءة الصغار اللي يقبلوا الاختلاف، وزاد كيف ما ريناك لهنا في الافيش متاع الفيلم دوك، كيف ما قاعدين تشوفوا لهنا على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فيم، الافيش في حد ذاتها نسألوا نشوفوك معناتها لابس كلون هكا ولا ليه رمزي؟ هاي صحيح كلون. شنو هي حكايتها؟ شيء حكايته وأنه محمد رمزي حمزة فهمني كيف يد ومعته ما يلقاش ملجأ يلتجأ لك الشخصية ذوكم فهمني، يلتجأ لك لون كلون كريمة وصلت نخرج بيه نخرج نفد أنت إيش تعمل كيف فد، أنا نخرج نبس جبس كلون نخرج نطول فهمني، مش نضحك نقول للصغار هذا حكولي خدوا للصغار هذا حكولي فما يضحكوش عليك، نلقى ناس فهمني تقول لك كلمة طيب بون تسمع سبمين تسمع ضحك أما جمو فوق، المهم نلقى ناخذ لك الحاجات الباهية أنه عبد يضحك لك بيبالك هكا فهمني ولا معنى عنده، وعطيت أني معنى نتقمص الشخصية كيف جات الحكاية البارة وقت جيتي في فرنسا 2016 كنت نخدم مع بوات فرانكو تونيزية توجه معناتها بالتحية خدوجة من عارفة اللي مولت البوات هي معناتها اختصاصية في التربية في التربية الخاصة فهمتني، أطرتني وحطتني كوني معناها نخدم معناتها بالعروس هذيك الماسكوت فهمتني، بديت بشوي بشوي معناتها وفي زوغ نستانس مرة نلبس أولاف مرة سبيدر مرة لاغاندينيج حاسس بشوي بشوي سي كوم معناتها ثيرابي فوالا ثيرابي، كنت نبدا نروح مغاشي شو نعمل نمشي تبعثني انيفرسير أول حاجة نخدم هكا منها نخدم ومنها نعمل في ثيرابي فهمت، هكا مشيتش نعمل نمط هذاك بون رجعت لتونس فهمتني منهم غادي نعمل مشيت عملت قلت شنو من الحاجه اللي الدعم اللي عملته فهمتني ما لازمش نقف بون مشيت عملت مسرح مشيت عملت دي فورماسيون عند الاستاذ نزار كشاو مؤطر معناته ومكوني نتوجه له مع بتحيه خاصه فهمتي، وبديت بشوي بشوي نمشي نعمل دي فورماسيون بليس معناته في الجران شابيتر تياترال ابخيز فهمتي، جاتنا الفكره نتاع واحد بيس تياترال تعتزل في الصيف ثلاثه مرات على قصه طوله بيست يدخل قصده وفي يدخل هنا فهمني ديما الأمال متاعي ولا حلمتي اللي هنا قلت فهم مش أني نعمل مسرح الهم أنت قلت أنا قلت لهم المسرحية تويك وفيت على الركح أما مسرحية تحياتي ما زلت متواصلة مسرحية تحياتي ما زلت متواصلة وفيلم حياتي ما زلت متواصل وقصة حياتي ما زلت متواصلة وحياتي نجم نحطها حتى في غناية غناية ما زلت متواصلة ولا تابلو ولا في منحوتة هيك حياتي معناها فهمتني، قلت لك أنا شنية الحلمة كتب حلمة شنية حلمتي كيفاش نفكر علاش فكرت علاش تياتر علاش تقمص واني نعمل مسرحية نحكي بها حياتي كيفاش نحكي حكايتي مش بطريقة بكسورة هم ومسرح الهم ونديد لي نحكي حياتي بحاجة معناتها كوميك ضحك يعني أو فوالا معناتها وقت اللي خرجت معناتها في الفيلم أكسيد دي نايت بصورة مغايرة ل 2016 و 2015 وقت جيتي معناتها ميدياتيزي باغ لي ميديا فرش كيف انت قلت كنت وحدك فرش تو كيفاش معناها الناس كل حبه رمزي فهمتني وليت ما عادش وحدي
تفوا دونك يزينا ماك البكائيات كما يقول هيفر من يوسف. خلينا نضحكوا، انا نحب الضحك خويا، لان الناس يجيني نلقاهم من بعد باش يقعدوا معايا يضحكوا ويعملوا معناتها جو شيخ داير. هو الحمد لله معناتها رمزي يحبوك الناس وعندك معناتها محبه عند الناس. لكن هنا اون كيسيون رمزي، عندك مورد رزق؟ هل تخدم؟ هل فما خدمه؟ به سؤال صعيب. مورد رزق ما عنديش مورد رزق قار، وفي حد ذاته الخدمة أو العيش الكريم في حد ذاته علاج، نسبة من العلاج المادي. ما ننساش قلت لك راه نوغو بسيشيك، دونك البسيشيك سافيديغ أنا ديجا معناها برشا ناس كانوا يشوفوني نخدم، خدمت برشا خدم قبل الإلكتريسيان كذا موديل، فهمتي؟ خاطر عندي معناتها دبلومات في الدومين هذوما، خدمت نبيع كذا نبيع بسكليت. دونك الناس وقت تشوفني حتى اللي تيك نجم كنترونيهم وقت اللي نركز معناتها تقدر ترفع نسبة التركيز، نجم كنترول نتحكم فيهم شوية اللي تيك. دونك اوتوماتيكمون شنو وقت اللي نلقى روحنا في خدمة مش خدمة نتاع هاوس يقول لك عرقك ولا هذا الكل معناتها يولي عبارة مرض آخر، خدمة معناتها تضمني العيش الكريم في حد ذاته نجم أنا كون تغلبت على نسبة 50% من المالادي، فهمت؟ وبعديك الفوا الآخر نتاع الدواء اللي هو خاطر الدواء راه ما يشفيش، فهمت؟ شافي الله قد الدواء هو باش يزيد يدعمك يدزك باش تعمل كنابيس معناتها كسال كنابيس تعيش معناتها تكون في حالة أول حاجة حالة ما تكونش كئيب معناتها، وأنك حالة تحكم تولي تفيق باللي تيك قبل ما يحصلوا تولي مخك يعطي لورد أنك ما تعمل ليش تك 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 وفي غير ميزور تدخل في العادي والاعتيادي متاعك تولي يقلوا لي تيك ولا معنى فهمت هذا شنو؟ نقطة أخرى ممكن رمزي ما تعرفش الناس فما جانب نتاع المنظومة التربوية والدراسة، هل في القراية معناتها شو عملت؟ هل نجمت معناتها تقرأ وتواصل قرايتك رغم المرض ولا ظلمتك المنظومة؟ نحب نوضح بوان أخرى بالنسبة للمرض. المرض دي سندروم جي دو لاتوريت هي في حد ذاتها فيها اختلاف، تنجم تلقى واحد يخدم مني في نفس المرض نتاعي أما نجم نكمل قرايته وإلا دويت ماشي معاه والا عمليه والا بوتوكس، فهمتني؟ عملت خدام بوتوكس دم كل شرف مو عمليه ما تعجب خفيف با باسكو ما اختيره مو حاسي. دونك فهمت نجم تقوى اما عايشني من نركز نقول جانب النفسي وجانب الاجتماعي خاطر نفسي مربوط لازم كي تلقى روحك في وسط معناها خلينا نقولوها معناتها الكلمه الفقر المطقع مطقع هاي مطقع كيف يقولوا مش فهمتني الفقر معناها انا نتكلم معناتها الحاله الاجتماعيه الخايبه دونك ما تنجمش تواظب على معناها على قرايتك كي تردك وسيد ما تنجمش تقرا تيود برا بيك السوم باش نجم تريكوبيري فهمتني دونك لقيت روحي في غير مزوم شنو هو الكلمه اللي نقراها المدرسه ما يقبلونيش انت ماكش نتاع قرايه انت تشوش انا نو ما شوش يا اساتذتي انا وقتها جو في ديتيك انتكتك خاطر عندي ساعات البار تشوف نحكي واحد دي فوا فهمتني كيما فهمتني خرخشين هذوك مثلا تاش انه جيت وقتها ما كنتش ما انتباهش انا تقولي انت ماكش مركز سي فري ماشي مركز خاطر المالادي الموبليش باش نكون ماشي مركز عندي فرات الحركه وقلت الانتباه فهمتني بوين بتبيها باش نكون ماشي مركز ما لقيتش مثلا من الدوله فهمتني السيستم الوزير ويقري الناس هذوما مثل اللي عندهم الافراط في الحركه ولا عندهم قله الانتباه وما لقيتش زاده تقبل من الاساتذه شنو الاستاذ اللي هو المعتمد في المجتمع تقام بعدك يقضي معك في السوق تقام فهمتني دونك فوالا جيت على شاك فوا معناها نطرد وكل لقيت معناها ثيرابي صغيره وقتها واني نمشي للاستاد هكا باش نديفولي مي باقي بقيت خارج الموضوع معناتها الاساتذه يطردوك على خاطر انت عندك معناتها معناتها حركات ما تحكمش هما كي طردوني حتى كي طردوني ما في بهمش اللي هما حركات يمكن كان خاطر نفسر لهم شاك فوا ما يصدقوهم الملادي معناتها غا هما ريت وقتك يطردوني في بالهم مش لي انا عندي مالادي في بالهم انا بالرسم مش منتبه وانا جو با معناتها اكسبليكي باغ سوا ما عنديش ما عنديش اسم المرض توا وانت شوي نكتشف فيه توا ما فماش مرض نادر في تونس ما عندناش حتى نغولوكس سبيسياليست في سندروم جيل دو توريت باغ كونتر ما عندناش باغ كونتر برا معناتها جيتي اون فرانس في سنتر دو ريفيرونس بيتي سان بيتريير معناتها الدكتور نورولوك سبيسياليست في سندروم جيل دو توريت معناتها اليوم الدوله مقصره ما تنجمش نقول الدولة باش تقول معناتها الدولة باش تقول لك خاطر شنو ديما إجابة الدولة أنا ما نعملش ما نعملش إنيسياتيف على واحد بركة ولا زوز فهمتني ما تعملش إنيسياتيف على الأقليات الدولة ديما تحب المجموع والمجموعة والأغلبية والديمقراطية الأغلبية لكن الأقليات وينهم تقتلهم ما تعطيهمش حقهم في العيش
احنا اليوم نحكي على معنى عايش كريم وعايش, نحكي على حق في العيش. حق في العيش معنى تشدني سلاح وتقتلني, لا ما وصلناش لغادي. حق في العيش وانك تعيش بكرامة وتداوي باش ما تعذبش, فهمني؟ وهذا هو المفهوم تاع الكرامة. شنو هي كرامة؟ مش اخدم مرقد كي البقرة, لا لا, انك تعيش محترم, فهمتني؟ تلقى خدمة, تلقى دواك, تلقى ناس تتقبلك, ما يضحكوش عليك, ما يضربوكش, فهمتني؟ كذا برشا معناتها معنا موش احسن. احنا في المفهوم ضيق تاع يخدموا ورقد يخدموا ماشيين ولا حرقوا يحبوا على الكرامه خاطر باش يخدموا. لا اغلبيتهم, انا ناكد كنت في اللجوء في المانيا ونعرف حرقوا مع الاساتذه والبيولوجيست, الناس الناس معناتها دو فالور, فهمتني؟ علاش؟ خاطر فدوا يلقى روحه كلبهم فد فد انسان ثقيل, تعرف معناها فد معناها يحس على في روحه. كنا أنا في حبس كبير نستنى ومنطقه ميتنا وقت الجيس نبخت كلمه تحاسبت على القانون هذا, تحاسب على القانون هذا. ناس فد تحب تمشي تلقى كرام, تحب كي تخدم يقول لك بونجور, ما يقول لك شو فاصبح, تحب كي تخرج تخرج بكرام, كي تخدم اصلا شو ساعه تلقى فلوس ما فهمناها كرامتها, ما يخرجش يبقى مسال عند الواحد. اي فوالا, معناتها باش هذا موضوع كبير. يا ذي معناتها شابيتر يحل في في في, في شابيتر. رمزي فما حاجه معناتها لهنا ريناها, رينا عائلتك معناتها معاك, رينا امك, رينا الوالد ما ظهرش برشا في الدوك. الوالد ما ظهرش على خاطر معناها في حاله صحيه حرجه, معناتها نسلموا برشا عليه الوالد ان شاء الله ان شاء الله لاباس. معناتها فما زاد اوسي اختي ما ظهرتش اللي هي معناها أكس كبير في حياتي, تعاون فيه ماديا, توجه لها معناها بتحية كبيرة. معناتها هي اللي معناتها قايمة بيا, فوالا ما ظهرتش خاطر تحب معناتها ما تحبش البهرش تحب ديما تقعد معناتها في جنود الخفاء هكا, فهمت؟ وخاطر زدنا معناها الفيلم ما وراش معناتها مش شواري كلي زاكس هذوكم, معناتها شواري معناتها محمد رمزي اش عمل كذا, فهمت؟ الفيلم اللي نذكره نحكيه على رخصة علاج للمخرج هيف بن يوسف. إبا باش تعيشنا تفاصيل حياتك كيف ما قلنا في الكوتيديان متاعك, باش يورينا زادة قوة إنسان اللي يحارب ويضرب على حاجة اللي البعض يعتقدها مستحيلة اللي هي رخصة علاج. رينا كيف ما قلنا عمر الوسليتي وكان موجود معنا وقيس بن حليمة. لهنا السؤال هذا المطروح, هل الدوك اليوم رمزي ينجم يبدل, هل ينجم يوصل يقنع السياسيين ولا وزراء؟ هل الدوك ينجم يبدل السياسيين؟ كي دي سياسي يقول دولة. والله ما أنا فما حاجة ما نحبش نحكي معناتها بالتفاصيل. مؤخرا أنا كنت في ديسكسيون مع طرف من الدولة ليه بجانب المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية. وقت اللي تقدم أو تقدمت معناها أنا برحابة السطر نشكرها سيدي برشا خاطر الانيسياتيف صعيب باش عبد يعملها, فهمني؟ ما تقدمتش بصفتها كاينة من الدولة, قالت لي بصفتي خاصة, عبارة أنا مي باش نعمل لك مزايا. هي معناها ما تلومش, ما تلومهاش خاطر هي يمكن يكون قانون يمنحها أن تتدخل معناتها في الحاجات هذوما, فهمتني؟ شنو الحاجات هذوما؟ سي سامبل في الوزارة الاجتماعية نقول معناتها العمل مثل للمعاقين, فهمتني؟ خاطر انا معناتها عندي كارت معناتها كارت اعاقه, معناتها فهمتني اعاقه ذهنيه حاده زاد, فهمتني؟ دونك مثلا قلت لك شنو هي مسكينه انا بطيبه خاطرها تدخلت قالت لي وكذا. اسكو هذا معناتها عمل الدوله؟ ما فهمت, ما فهمتش. كنت قبل زاد كان داك طلعت مع عبد الفتاح مور وقتها في 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 معناتها في برنامج كيف كيف, عندما تدخل لازم تدخل بصفه شخصيه, معناها ما تدخلش بصوب دوسي ولا تقدم فاتوره انتشار من دوفز, تدخل بصفه شخصيه كيف كيف. معناها وقتها مشيت الناس كل في بين وقتها في المجلس, فهمتي اللي فات وقبل مشيت زاد المجلس وكذا باش نصب معناتها ملف, فهمتني؟ كيف كيف بصفة شخصية وقت إبراهيم ناصر وعدوني بصفة شخصية, معناها مش أنا بالدولة أخاطبك, أنا شخص سخفت عليك نخاطبك باش نحاول ندخل معناتها كيفاش, فهمتني؟ أيوا كان ما جاتش الأشخاص هذيا كان ما جاتش الأشخاص هذيا هما ديجا معناتها عبارة مش ما نحبش نقلل, أما عبارة ما عملوا شيء. كان ما جاتش الأشخاص هذيا احنا مازلنا اليوم فهمتني بالأشخاص هذيا ومازلنا في الأكسس دينايد, مازال ما معنى أكسس دينايد معناها الدخول مرفوض أو ممنوع. احنا معناتها واغلب المجتمع التونسي مازال في الاكس دينايد, مازال ممنوعين, مازال هنا اليوم انا مشيت وقتنا في جي سي سي نقص في تذكره الفيلم مويه
قاعد غزلت قالت له واش بيك لاباس فهمتني مازلت بالعكس دينايت شنقص تسكره فورمين هونديكابي قال لي نو ما عنديش ودرت شنو مازلنا مازلنا ورقود نبقى بالعكس دينايت خاطر ما فماش الانيسياتيف فما شكون يقول وي انا توه مش نغير انا توه مش نهز حتى كان فماش قانون انا باش ناخذ القضيه هذه ونتحمل مسؤوليه امام الجميع خاطر وين اين تكمن قوه الدوله خاطر احنا معناها بورقيمه مازال ما فماش فاهمين ما مفهوم الدوله شيء الدوله شنو الوطن الوطن بدون مواطنين يا سيدي خراب يصبح خراب المواطنين قبل الوطن هذه اول حاجه فهمتني كيفاش شنو ما هي قوه الدوله قوه الدوله ان تقوي حقوق الاقليه تقوي حقوق الناس معناها المختلفين اش تعمل الدوله توريك انها قويه انها عملت احنا سامحني احنا صافي معناتها لونتون احنا ما سمعناش حاجه تعملت ولا انيسياتيف تعملت غيرت من حياه مثل المجتمع ولا فبنعرفوا احنا معناها فيلم كان جاي في بلاد اخرى ينجم يغير قانون يغير برشا حاجات وصارت من فيلم ولا باساج مثلا راديو ولا تيلي يغير بيه قانون بنعرفش تقول في تالي ولا في تنجم تغير قانون واني احنا معناش شكون ياخذ بزمام الامور اي صارت حتى في مصر اي من يحكم من لماذا نتساءل من يحكمني فهمتي من يحكمني شكون فهمت علاش قلت لك فما برشا اسئله دفينه فهمتني وشنو هو اللي يخليك في الاسئله الدفينه التجاهل وعدم الرد وعدم القبول والحقره لان الحقره اللي نعاني فيها في المجتمع نقفها في الدوله من حق حقر في فهمت ولا ما تبغى غزومي هو رمزي رخصة علاج سطر الضوء وصلت الضوء بريتو وركز على مسألة الاختلاف من خلال مرضك ممكن الحاجة هذه باش ترجعنا الأول لانترفيو كنت أذكر قلنا اللي الفيلم هذا نجم نسقطوه على برشا اختلافات أخرى يرفضها المجتمع ويزيد يعقدها القانون هي المسألة اليوم ماهيش مسألة رمزي كاو ولا أنا مثلا ماهيش رمزي أنا اليوم قلت لها حلفني حظ الحمد لله نحكي معنا باسم رمزي وديميليه ورا رمزي ناس مختلفين فهمتني ظلمهم القانون فهمتني يلقاو روح مات في عزلة فهمت وعنا احنا عنا اسمعنا الحاجة اللي زي ما تعمل في الدولة مراجعتك القوانين اللي من عهد عزيزي فهمتني يزم مراجعتها فما قوانين تخلق عرك في المجتمع كما مثلا خلنا بعض جملة المظهر واللباس اللائق وما معنى المظهر واللباس اللائق مثلا جيني بشوكين قال بوغ ما مظهر لائق والاخر جيني في جيب بوغ ما مثلا مظهر لائق الاخر جيني مثلا في جيني قالوا ليه ماش ما هذا قانون كيما هكا مثلا معمول من اكستور لو يخرق العرق في المجتمع اي وسامحني زيد النقطة أخرى أنا راه مظهر لائق غيري راه مظهر أنا أي إيش قلت لك هذيك القضية شكون اللي باش يحكم أنا قلت لك بوغ ما مثلا تجي نفس زوز لابسين تجي واحد يقول لك لا ولا ذاك مظهر لائق لا لا فهمت شنو هو النوم شنو كوا على الأقل تصوير يا سيدي دونك فهمت شنو تعطيني ستاندار نتاع النوعية معناها نتاع شيء لا شيء خليت تخلق في العرق والمجتمع وتخلق حتى محسوبية في وسط المجتمع وتعمل زاد التقسيمات تعمل صحيح تنوال عنصرية نذكرك الاكزرسيس القديم اللي عملوه قال ضع العناصر هذاك من اول ما بدات العنصريه ضع العناصر كل مجموعه حط ليكسويت وحدهم ليكرويت لا راه لازم نعيشوا اكس وكيك نسكوا مع بعضنا فهمتني وزيد ونحن نقبل بعضنا فهمتني مو الاكزرسيس هذاك بالرسم تخش عليه برشا خاطر بالرسم علمنا العنصريه تحط فهمتني تهز البقرات مع بعضهم والشجر بيكس مع فهمتني نو احنا معناها في شعب نقولوا ديمقراطيين ونعيشوا بالاختلاف كيف نقولوا بركه ما نطبقوا في المجتمع فهمتني هو لهنا فما حاجه مزينه رمزي في البروجيكسيون وقت الجي سي سي صارت اون بان تكنيك قص الفيلم بوندون 15 مينوت الحاجه اللي عجبتني كونه الناس قعدت رمزي والناس تصفق والناس تغني وتستنى في الفيلم يرجع وخرجت الناس عامله جو ملا رمزي وضحكت على سبيتش اللي عملته رمزي شو عملت لهم؟ بي اول حاجه سنفهم له تحيه هذوكم راهم اولاد المعهد العلوي فهمتني علوي كينجز في رواحهم بدهم اولاد يعملوا موسيقى ويقراوا موسيقى وقعدوا فهمتي وتحمسوا للشيء وشدهم الفيلم وقعدوا يغنيوا والناس الكل تبعت معنا فهمتي ديجا تكون دامي معايا سوفري سبوع حبي استدعوني نغني معاهم فهمتي نشكرهم برشا دونك فهمتي شنو معناتها اللي يعكس ردة الفعل كونه انه الفيلم عجبهم والناس شدت من الفيلم فهمتني الناس لقات روحهم مشدودة حتى يقص بها مسياج انا غني وخلينا استناو افكتيف ما استناو ما طلعوا حاجه عجبتهم سبيتش عملته انا بتاع السكر والحليب هذيك انت امبروفيزي شويه فهمتني اسير بيه توجهت بسوير معناها احنا كيقولوا من بين الاسئله فهمتني يقول لك اش تحب
تحب طبيب يداوي ولا سبيطار مداوي؟ لا لا مش سبيطار مداوي، نحب رخصة علاج هي اللي داويني كمامني. دونك فهمتني ساعتها كيك عطا امبروفيزي. شاهينة شاهينة رمزي باش نمشيو نفرجوا في الفيلم، هو مازال ما هبطش للقاعة، اما اعطينا افونغو ولا شاهي الناس باش تمشي تتفرج على رخصة علاج. حاب اقول الفيلم هذا كيتفرج فيه صحيح في شخصية رئيسية رمزي، لكن راه باش تلقى روح انت انت فيه باش تلقى روح فهمتني. نزيد نشاهيكم اكثر السال معناتها اللي سال في ثلاثه العذور مع بيما كومبلي سال كومبلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ديجا احنا شفتوا معناها دابخين الميديا وكل شيء ما شنو حاجه مزيره بيه رمزي. رابيدمون باش نسالك باش نسالك لك اسئله وجاوبني بسرعه. اكثر لحظه فرحت فيها في حياتك رمزي؟ أكثر لحظة وقت اللي وقت اللي في 2000 سمعت جاوبك رابيد مو خطر سمعت أحديث معناها في حديث. أكثر لحظة وقت اللي معجبة من معجبات وقت أول ما تعديت في التلفزة أعجب بيه وحلت لي في المعتم في الجنة ذريع مو هي يرحم وديها خطر عملت الانسياتيف يرحم وديها من تون نشكرها أعجب بيه وكوشين بعدك معناها هديت لعنا بفياج معتم لفرنسا ذيك شنو أنت ليقتي باش خرجت لفرنسا معتم وكل شيء بو الأمور معتم مشيتك معتم نعرف نعرف معنا لعنا العائلة التونسية صعيب أن تقبل راجل مختلف أما بو معتم كوميم كانت فرحة كبيرة خاطر عرفت أنت من الحبس كبير قلت باش نمشي نعرف نلقى حياتي بو بخير معتم تو دانكو تلقى روحك في الشارع والوجوه حاسس أما ديك كانت معناها فرحة كبيرة على الآخر خاطر عرفت تصور فهمتي أنت كنت في حبس طلعوك عبارة جاتك براءة مشيت مش تمشي فلا أكثر لحظة تحس روحك تتنفس فيها رمزي ومرتاح تنفست فيها أكثر حاجة لحظة نتنفس فيها معناتها كل يوم أكثر حاجة نتنفس فيها وقت اللي تعنقني أمي حتى اللي دور اللي دولور نحسها وقت حتى في الصباح في اللي تعنقني معناتها تبوسني نحس روحي كلم على الآخر معناتها اليد لا سيغينيتي انتيريور ترتاح فيها نرتاح. شنو الحاجة اللي تمنيها رمزي؟ نتمناها حاجة نتمناها بس الأصعاب هذو مش حاجة ولا نتمناها أني معنا أنت نعرف كيف نقول مش يجي يقول كذا واي لا 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 نتمنى كونهم معنا أنا تو دخلت في الفاز بعني خذيت على عاتقي الناس المرضى وانت اللي كيفي بلوز وموا معنا بش يتحصلوا على رخصة علاج بقول لهم نتمنى كونهم معنا نوصلوا حتى ما تشتري رخصة فهمتي خلي الناس تداوي ترتاح. حلمة رمزي حلمة الكبير الحلمة والله حلمة اللي قلت عليها في الفيلم ولا حلمة 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 أني نلقى حياتي الكريمة المنشودة اللي دي معناها اللي معناها الأولاد اللي أجلها معناها بي مختلف معناها معانيها هذيك حلمتي أني نكون معناها لقيت حياتي معناها خاطر حياتي مختلفة مش كيفكم فهمتي حبيت تقول لك لا وسمعنا عليك شبيك مش كيفنا نو مانيش كيفكم نحاول باش نكون كيف مش يمكن أني خير منكم فهمت زحيت أما نحب نلقاك الحياة متاع تعرف العائلة كذا الدوي عندك مشاكل خدمة لكن كذا دفع عائلة كذا كمان متاع عمري 34 سنة قيد متاع صغار. هو رمزي زيادة ديما فما أمل وخاصة في كيف ما كيف ما هيفا بن يوسف حب يصور الفيلم في نهايته كونكم مع بعضكم تغني وتضحكوا في قهوة فما أمل وديما يقول معناتها هيفا بن يوسف ما فماش نهاية هذه الحاجة اللي نسطروها عند هيفا بن يوسف ونقول لك صديقي شكرا ليك على الفيلم الوثائقي هذا رخصة علاج. رمزي ميرسي بوكو صديقي ميرسي أفو شكرا شكرا على الثقة شكرا لجيش البحرية. خلي الكلمة الختام رابيد معي والله كلمة الختام ما نتوجه للسلطة الحاكمة واللي بأيديها تغيير الأمور قل لها كلمة بركة وإن شاء الله يفهمون كان الله يبقى الله مدين فيها كان ربي باللي مش تعمل يوف. ميرسي بوكو صديقنا محمد رمزي اللي كنت موجود بحذانا محمد رمزي حمزة انتوكا على قريب ان شاء الله الفيلم يخرج في القاعات وتتفرجوا عليه معاكم كما كل ليلة حتى النصف الليل هذه بنت الفيلم 2.0.